البنت إذا بلغت 9 فأكثر، إذا تيسر الزواج تزوج، بنت 9، بنت 10، بنت 11، لا حرج. عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7، ودخل بها وهي بنت 9 رضي الله عنها. هذا يثيره المستشرقون واتباعهم وأذنابهم، هذا لا بأس به، لو تزوجت بعمر صغير لا بأس، ما دامت هي صالحة للجماع، قد يكون لها جسم كبير عندها قدرة على ذلك، فلا بأس بهذا الزواج. عمر 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، ما في عمر مخصص في الشرع إنه إيش يمنع من الزواج، والله 10 سنوات ولا 11 سنة، القوانين تعمل ذلك، 15 سنة أقل، لا بعضهم يقول أكبر من ذلك، لكن الزنا معلش قوانين الزنا لو زنت عمرها 13 12 12 ما في مانع. وتأتي فضائح الآن على مستوى الدول الكافرة أن تأتي حبلة وهي عمرها 11 سنة، كيف متعجبين، هذا جائز، توطى 11 سنة بالغة، قد تبلغ بالتاسعة بالعاشرة بالحادي عشر، فنكاحه جائز، ما هي قدر المسؤولية صغيرة تو، مو ما أقول لك يجب أن تزوجها، لكن لو أن تزوج أحد فهو جائز، أنت شايفة ما زالت صغيرة 20 وما زالت صغيرة كيفك، لكن ما تقول لا يجوز، غيرك يبي يزوج تقول لا حرام، بالعكس كلامك الحرام، حيث إيش تكلمت بلا علم واعترضت على شرع الله عز وجل.